قائمة بالأسعار الخضروات والسلع والتخفيضات. فيما يتعلق بالسلع، الزيت سجل 20 جنيه، السكر 10.5 جنيه، الأرز ب10 جنيه، عبوة التونة وزن نصف عبوة التونة ب10 جنيه، كيس المكرونة 4 جنيه، الجبنة وزن نص كيلو 11 جنيه. أما فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة، سجل الرمان 15 جنيه، الموز 10 جنيه، التفاح 25، الخضروات البطاطس 8، البصل سجل 6 جنيهات، أيضا الطماطم سجلت 6 جنيه. دي أبرز السلع الغذائية والغير الغذائية. هصطحب حضراتكم في جولة داخل أحد المنافذ المشاركة في المبادرة من خلال المحاضرين التابعين. مثلا في تخفيض على العصاير في تخفيض ب11 جنيه، تمام. في تخفيضات ايضا على العصير، اهو في عصير اخرى برضو تخفيضات 18 جنيه، وفي ب14، وفي ب15. وبرضو في عبوات عصير باحجام كبيرة ب9 جنيه، وب10 جنيه، و11. مثلا في زيت برضو عبوات كبيرة وزن 5 لتر في تخفيض عليها ب129.75. في برضو الزيت عليه تخفيض برضو، في ب20 وفي 21، يعني ادي الزيت. زي ما بقول لحضراتكم، في كل السلع مدون عليها الاسعار. طيب نيجي نتناول مع حضراتكم اسعار الخضروات والفاكهة. يعني في الموز ب10، البصل ب6، وفي البطاطس ب8. يعني كل حاجة زي ما بقول لحضراتكم عليها مدون سعرها والتخفيضات. في برضو برتقان ب8، وفي التفاح ده ب20، في برضو الفراولة ب10، في هنا تفاح ب25 برضو، يعني انواع. في الجوافة ب11، في رمان ب15، ليمون ب15، في كوسة ب12، برضو الفلفل الألوان 18، وفي ب20، وفي 25، والفلفل الرومي. بالنسبة برضو للعطارة وكل ما يحتاج البيت المصري، برضو عليها تخفيضات من 25% إلى 60%. في برضو الأرز ب10، وفي مكرونة ب4 جنيه، في دقيق ب11.5، في ب10 برضو أنواع. بالنسبة لكل بيسأل عن الأسعار، اليميش والبلح أهو، مثلا في قمر الدين 35، في قمر الدين 27.5، قمر الدين جوافة 24، والدمشق الأسعار جمانة ب10. قول لنا كده خايمة،
سريع كده بالاسعار اللي عندك. في بقى الزعتر ب 40، اه في فريك اخضر ب 14، تمام. صلصه محمص ب 58، صلصه ابيض تمام ب 61، تمام. صمات نان ب 17، ولوبيا بلدي ب 24 ونص، تمام. وفي رز بسمتي نازل على عرض ب 18 جنيه، تمام. ورز مصري ب 9 ونص، تمام. وعدس اسطر ب 22، تمام. رز بسمتي وفاخة ب 26، تمام. وفول مدشوش ب 15 ونص، تمام. وكل حاجة موجودة ان شاء الله، تمام. بالنسبه لاسعار التوابل وكده، يعني كل انت عارف كل بيت مصر النهارده عايز يعرف برضو الاسعار كده. في كمون نان، اه تمام. فلفل بابريكا ب 59، وكبابة صيني ب 93، وفلفل فيجو.